شوفي أشياء تغيرت من 20 سنة لليوم. ناس خلقت وصارت بالجامعة، ناس فلت من هالدنيا أكيد، لأنه 20 سنة مش كلمة بتتم. ومع هيك نحن الأشخاص ذوي الإعاقة بعدنا عم نناضل من 20 سنة لتطبيق القانون 220 على 2000 اللي مفروض يضمن حقوقنا كمواطنين وأفراد متساويين ويكفل حقنا بالمشاركة بالانتخابات النيابية والبلدية ويسهل تنقلاتنا بكل المرافق العامة والخاصة. بس القانون اللي صدر من 20 سنة بعد ما تطبق، وحتى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي وقع عليها لبنان بال2007 وهدفها الأساسي حماية حقوقنا وتعزيز وجودنا بمجتمع دامج، ما تصدق عليها بعد. القوانين بتنصاغ لخدمة الناس وبمشورة أصحاب القضية، حتى ما تبقى حقوقنا 20 سنة تانية حبر عورق، لازم نطبق القانون 220 على 2000 لنأكد حقنا بصنع القرار. حقوقنا مش حبر عورق.